ريال بيتيس هيقعد مع ريال سوسيداد ويقول له بص يا عم النادي، انت ما شاء الله عليك عشت حياتك في دوري ابطال اوروبا السنه دي وشرفتنا وشرفت اهلك وناسك وتصدرت مجموعتك على حساب الانتر، فيعني سيبني اعيش انا كمان يعني ما اجراش حاجه. سوسيداد هيقول له ما عشان السبب ده بالذات انا عارف ان اقدر اشيل مسؤوليه اللعب الاوروبي، فريح انت شويه يا عم البردي بلانكو وسيب الخبراء يتعاملوا مع الدوري الاوروبي. ريال بيتيس هيرد عليه ويقول له تصدق انك راجل قليل الادب وانا غلطان، اتعاملت معاك باحترام، طب خد. وهي دي فكره اهم مباراه من مباريات الجوله القادمه واللي ممكن يتحسم فيها صراع جديد من صراعات في الليج. ما اصل برشلونه شكله حسم وصفه الليجا خلاص بعد ما فاز على الميريا وخسر جيرونا من فياريال اللي بيواصل القتال وعدم الياس في مساعيه نحو اللعب الاوروبي، ولو كان فاز على سيلتا فيجو كان زمانه في ظهر ريال بيتيس وريال سوسيداد، وكان زمانه بيتابع باهتمام اكبر من كده، لكن مهمته دلوقتي بقت صعبه قوي رغم انه قدم دور تاني ممتاز وهايل والله في اخر 11 مباراه بالمناسبه، فاز في 8 مباريات. موقف فياريال ده هو تقريبا نفس موقف قادش، عايزين افوز هفوز في اخر ماتشين، رغم ان الانتصارين دول هما نص عدد المباريات اللي فزت بيها قبل كده طول الموسم، بس بطريقه عادل امام فعريس من جهه امنيه مش كافي. كل واحد من مايوركا وسيلتا اللي بيطاردهم فاز في ماتش من الماتشين اللي فاتوا عشان خاطر يفضل بعيد عن قادش، لكن سبحان الله اللي يقدر يقرب منهم قادش فعلا مش دول لان ماتشاتهم اسهل نوعا ما، لكن اللي يقدر يقرب منهم قادش فعلا هم لاس بالماس والرايو. الاول هو لاس بالماس اللي هيلعب قادش نفسه في الجوله الجايه، وممكن الفريق ينزل من 6 نقاط ل3 نقاط ومحدش عارف ممكن يحصل ايه في الجوله الاخيره، خاصه ان قادش هيلعب الميريا وممكن يطلع فايز في الجوله الاخيره برضه. والتاني هو رايو بايكانو اللي عنده ماتشين صعبين جدا، الاول قدام برشلونه والتاني قدام اتلتيك بلباو، عشان كده اهم صراعين متبقيين في الليجا دلوقتي صراع مركز الدوري الاوروبي ريال بيتيس وريال سوسيداد في جوله ناريه، وصراع الهبوط وهنشوف هل قادش يقدر ينقذ نفسه ام يلتحق بغرناطه اللي هبط رسميا والميريا اللي هبط من زمان. في السريع بعد جولتين اتلعبوا الاسبوع ده تعالى اقول لكم تشكيله الجوله ال 35 والجوله ال 36 من الليجا. تشكيله الجوله ال 35 حراسه المرمى فيسوس وونو من الافيس، ثلاثي دفاعي جيوفاني جونزاليز من مايوركا، فالي من قادش، وفران جارسيا من ريال مدريد. ثنائي خط وسط ادواردو كامافينجا من ريال مدريد وجون جوريدي من الافيس. ثلاثي وسط هجومي روبن جارسيا جناح اوساسونا وايسكو صانع العاب بيتيس، ابراهيم دياز جناح ريال مدريد، واثنين راس حربة يوسف النصيري من اشبيليه والكسندر سورلوس من فياريال. تشكيلة الجولة 36 من الليجا بتبدأ بتيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، خيسوس نافاس ظهير أيمن إشبيلية، روبن لورما قلب دفاع ريال سوسيداد، فلوريان لوجو قلب دفاع رايو بايكانو، وظهير أيسر هيكتور فورت من برشلونة. لاعب ارتكاز أليش جارسيا قدامه اثنين فيرمين لوبيز من برشلونة وجو بيلينجام من ريال مدريد. جناح أيمن هوجو ألفاريز من سيلتا فيجو، وجناح أيسر فينيسيوس جونيور من ريال مدريد، ورأس حربة أنتوان جريزمان اللي سجل هاتريك مع أتلتيكو مدريد.